بعض الحرف التاني. احنا عملنا كده حرف عملنا حرف الام، تمام. انا كل اللي انا عملته بس انا لميت كل الكلام ده في نال اوبجكت عشان اعرف احركه مكان ما انا عايز. طبعا ده هنسميه ام. في بس حاجة عايز، تعالوا الاول نشوف بس حاجة في السبرينج. انا عايز امسك الام دي بحبلين، يعني عايز امسكها باتنين روب. فانا هاخد السبرينج ده هخليه هنا، هو هخليه هنا كده يمسك دي من النص، والاوفست اخليها في النص كده عشان يبقى ماسك بس حرف الام من الوسط. نجرب كده. الله، ما هو مشكلته بقى. طيب تعالوا نظبط بس السبرينج شوية، نقلل الدامبنج بتاعه. تمام، مفيش أي مشكلة خالص، تمام كده، مش حلو جدا. هنغير بس زاوية الكاميرا، نرجع لورا شوية. تمام، نشوف كده. تمام قوي كده. ممكن بقى ناخد ناخد النل ده كله، نيجي هنا ونعمل كده، ناخد النل ده كله وناخده هنا مثلا كده. تمام، نجرب. تمام، طيب ده بالنسبة لحرف الام. انا قلت عايز اعمل كمان روب او كمان حبل، هروح كده. تمام، كل بس اللي انا هعمله ان انا هاخد دوبليكيت بس من الروب ده، واخد السبلاين نفسه. تمام، اشيل بس الكونستانس اللي عليه او الكونسترينز اللي عليه، واخد ده كده. بعد كده اروح اعمل رايت كليك، هير تاج، دايناميك سبلاين بروبرتيز، زي ما عملنا المره اللي فاتت. هزوم واروح اعمل ديسبلاي ريتريس عشان ابقى شايف البوينت مظبوط. مؤقتا بس هقفل التاج واروح لبوينت مود واختار واختار بوينت، ومن البوينت دي اروح للدايناميك تاج واقول له سيت، بحيث تبقى دي الفيكسد بوينت بتاعتي. اجي تحت عندي بعد كده في السبلاين، اروح اخد برضو النقطه اللي في الاخر، رايت كليك، هير تاج، واقول له كونسترينت، واقول له برضو المو تكست، واقول له سيت كده. بالمنظر ده ارجع بقى ده زي ما كان، واروح كده للكاميرا واشوف كده، يبقى الام ممسوكه بالاثنين روب دول بالمنظر ده كده. كده عملنا حرف الام. بعد كده كله عباره عن دوبليكيتس، كله عباره عن دوبليكيتس. طبعا الحاجة الحلوة قوي ان انا ممكن اغير الحرف زي ما انا عايز. في بس حاجة، لو انا غيرت الهايت كده شوية بس المنظر ده كده، تمام مفيش مشكلة. اروح بقى للام و كنترول دراج واسمي ده واي، وده دي ار. اي اي ام اس.
كده تبقى my dreams. لو انا خدت الواي وخدت النال ده حطيته هنا كده وغيرت بس بدل دي ام هخليها واي تمام، وكل اللي انا هعمله ان انا هاخد الروب نفسه السبلاين نفسه وهحركه هو نفسه هحركه لتحت، هاخد الاثنين سبلاين دول واحركهم لتحت. بس قبل ما احركهم لتحت انا هحتاج ان انا اشيل الدايناميك تاجز اللي عليهم واخد الاثنين كده واوديهم للواي بالمنظر ده، طبعا ظبطهم بقى زي ما انت عايز. هاخد ده كده مثلا واخد ده كده، يبقى كده ماسك حرف الواي مش مشكله بقى الطول اللي فوق. هروح للسبلاين الاولاني واروح للبوينت مود، خلاص كالعاده هقفل بس مؤقتا السويب نيربس واروح اخد اول بوينت تمام بالمنظر ده كده، واعمل رايت كليك هير تاجز واقول له سبلاين داينامكس وبعدين اقول له ست. نفس الموضوع في التاني او في السبلاين التاني، برضو هاخد نفس البوينت وبعد كده اعمل رايت كليك واجي على الهير تاجز واقول له سبلاين داينامكس تمام، وبعد كده اقول له وبعد كده اقول له ست تمام. يبقى كده خلصنا من الاثنين دول. بعد كده اجي تحت واروح للسبلاين واسلكت البوينت دي ونفس الموضوع رايت كليك هير تاجز واقول له كونسترينت واخد برضو المو تكست واحطها هنا واقول له ست. نفس الموضوع رايت كليك هير تاجز كونسترينت واخد المو تكست واقول له ست. كده شغل دول تاني ونجرب. منساش لا انا كده كده حاطط دايناميك تاج تمام. لو انا رحت عملت كده كل دول نزلوا طبعا لان انا كنت فاتح كل كده، هينزل بس الحرفين بتوع الواي. في غلط في الواي تمام، في غلط في الواي. ايه هو بقى الغلط اللي موجود في الواي؟ نرجع كده واحدة واحدة تمام ونمشي معاه فريم فريم. اعتقد ان الخطأ اللي موجود في الواي في السبلاين ده، لو انا حتى شلت ده وشلت ده طيب هشيل ده برضو واشيل ده برضو كنترول زد. مشكلة بقى الداينامكس في كنترول زد. طيب زد كمان كمان كانت المشكلة فين بقى؟ كانت المشكلة فين؟ لو احنا حتى جينا عملنا كده طيب ما علينا من اللي نزلوا دول كلهم كده كده مش تبعنا، لو احنا جينا عملنا كده مش مشكلة. طب كده حرف الواي ده مفيش فيه مشكلة في الروب ده تمام. الروب ده كده الروب ده كده مفيش فيه اي مشاكل. ناخد لو خدنا الروب التاني اللي هو ده في السبلاين داينامكس هو
وانا شكلي خلطت ولا ايه؟ لا ما خلطتش ولا حاجه. طيب هشيل ده تاني وهعمل سبلاين رايت كليك هير تاجز سبلاين داينامكس اخد البوينت واقول له ست. تمام. بعد كده هاخد نفس البوينت ورايت كليك هير تاجز كونسترينت واخد المو تكست واقول له ست. كده مظبوط. المره اللي فاتت تقريبا انا خدت بوينت تانيه علشان كده عمل المشكله اللي هو عملها دي. طب نجرب كده نشوف هل صح هل غلط، بس اكيد هنحتاج نعدل، هنحتاج فعلا نعدل، هنحتاج نعدل في السبرينج بتاع الواي. ازود بس ازوده شويه كده ونشوف. تمام. و الدامبنج ممكن نزوده، ممكن نزوده حبه نشوف هيعمل ايه. ده كتير قوي. طب لو قلت له 600 تاني خلي دي 100. الضم نخليه 10. تمام. اعتقد في تعديل في المكان، تعديل في مكان السبرينج بالظبط. هنعدل في مكان السبرينج، هقلل الواي وافصل بس على اخليها كده واخد ده اخليه كده واخليه كده. تمام. اعتقد برضو هعلي لا الواي مظبوطة، زد الاكس بس ممكن اخليها كده شوية. نجرب تاني. تمام. بيقطعوا بعض بطريقة حلوة اوي. لو انا خدت اللينكس ده خليته 300 هينزل تحت. ماشي. تمام. واحلى حاجه ان هما بيخطوا في بعض من غير اي مشاكل. ماي دريمز. طيب كده عملنا حرف الواي، نتنقل في الجزء اللي بعده لحرف الدي. اعتقد هيبقى ابسط من حرف الواي.